الفترة دي كم التشكيك في حاجات في الدين بقى يخوف، ومبقتش لاقي إجابات من كتر ما المصادر كلها متضاربة. الواحد نفسه يعرف الإجابات عشان يحس إنه مطمن وواقف على أرض صلبة. يعني كتير بيجي في بالي أسئلة محيرة جدا، زي إنه ليه في أحاديث ضعيفة وليه متسابة في الكتب لغاية دلوقتي، في أحاديث منسوبة معانيها غريبة جدا وببقى مش مصدق إن في حاجة كده، وغالبا بتطلع أحاديث ضعيفة في الآخر. طب ليه متسابة في الكتب لغاية دلوقتي؟ ما هو ده اللي بيعمل اللخبطة عند الناس. ايه ساعتها اللي خليني اتاكد من صحه الحديث؟ وهل فعلا في تناقض بين القران والسنه؟ طب وده لو موجود امشي على كلام مين؟ طب وليه اصلا القران ما حسمش المسائل الكبيره دي وتبقى الاحاديث مجرد تاكيد عليها؟ الحقيقه ان في مسائل محيره كتيره علميه بيناقشها العلماء في الأروقة العلمية وفي المجالس وفي الأزهر. شيخ عالم قضى عمره كله في طلب العلم فصار عالما وبيدرس علوم دينية لطلبة بيدرسوا بالتدريج زي كل العلوم، هندسة أولى تانية تالتة، وكل سنة بتاخد حاجة لغاية ما تطلع في الآخر مهندس، بعد 7 سنين طب اسمك دكتور. في تدرج لطلب العلم، والعلم ده لما يطلع لي منه مسألة استغربها الطبيعي اني اروح اسال العالم، لكن لما غير متخصص يطلع لي مشكله استغربها اقوم سامع كلامه من غير ما اسال العالم الطبيعي ابقى محتار. وده اللي حصل في مسائل القران والسنه وتعارض القران والسنه والاحاديث الضعيفه. فتعالوا مع بعض النهارده نشوف بعض المسائل المحيره ونمشي في السكه الصح اللي تريح بال كل حائر. أول مسألة محيرة في علاقة القرآن بالسنة، وإحنا أصلاً ليه محتاجين السنة وعندنا كلام ربنا سبحانه وتعالى، مسألة محيرة بالذات مع انتشار بعض الأحاديث الضعيفة. فيا جماعة موضوع السنة ده فيه لخبطة بالنسبة للسائل، ما نسيبه وخلينا في كلام ربنا اللي متأكدين منه. اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يوحي إلى رسول الله قرآن معاني وألفاظ ربانية، ويوحي إلى رسول الله سنة معاني ربانية بألفاظ نبوية. وربنا قال في القرآن كده، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب، أدي القرآن والحكمة. في إجماع، مفيش خلاف، في إجماع عند العلماء إن الحكمة دي يعني السنة. مش بس كده، ده ربنا ذكر السنة في القرآن إنها نازلة من عنده عشان النبي يشرح بيها القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فسمى السنة ذكر، وأصلاً القرآن اسمه الذكر الحكيم. عشان كده العلماء لما جم يفسروا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قالوا الذكر القرآن والسنة. واقتضت حكمة ربنا إن القرآن يجي بطريقة ما ينفعش يبقى لوحده. الإمام الشافعي قال كده، قال لولا بيان رسول الله للقرآن ما استطعنا أن نفعل شيئا من العبادة. عشان كده لما ربنا اتكلم على سيدنا النبي مش قال إن هو بيقول لكم القرآن الوحي، قال إن نطق النبي كله وحي. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، نطق النبي عليه الصلاة والسلام. يجي القرآن بمعاني إجمالية، ويجي سيدنا النبي بكلامه أو بأفعاله أو برؤيته لتصرفات يوافق عليها، يبقى كده بيشرح القرآن. سموها السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة التقريرية، ده صح النبي أقره، فيشرح القرآن عن طريق سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا السنة كان 3/4 ديننا ما تفهمش وضاع. أضرب لك مثال، خلينا نرجع لأركان الإسلام. الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قم صلي وريني هتصلي إزاي. أيها السائل، ليه محتاجين السنة والقرآن موجود؟ فعلا تعال ندور مع بعض، قم كده صلي الظهر كام ركعة؟ 4. جبتها منين؟ من السنة.
جوه الركعه في ركوعين وسجده ولا ركعه وسجدتين؟ ركعه وسجدتين منين؟ من السنه. صلوا كما رايتموني اصلي، وحديث سيدنا جبريل اللي نزل علم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ازاي. طب لو انت نسيت وصليت الظهر خمسه زي ما حصل في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وعلمهم سجده السهو، تعرف تقولي سجده السهو موجوده فين في القران؟ طيب اللي ياكل ويشرب ناسي وهو صايم يبقى كده فطر ولا لا؟ هتهالي من القران، لا ما فطرش، انما اطعمه ربه وسقاه، سنه وكلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قول لي كده لما ربك قال وآتوا الزكاة، زكاة الفلوس كام؟ 2.5% جبتها منين؟ من حديث البخاري. طب زكاة الزروع لما واحد بيزرع، ربنا قال في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزرع أطلع قد إيه من الزرع؟ طب والزرع اللي مسقي بمية السماء أو الزرع اللي رويته بمية دفعت بيها فلوس، الاتنين نفس الزكاة، نطلعها منين؟ كل ده من السنة. بل أقول لك حاجة بقى جنب دي كمان، ده السنة مش بس بتشرح القرآن، ده السنة ليها أحكام مستقلة مش هتلاقيها في القرآن. زي إيه؟ زي المسح على الشراب اللي نص المسلمين ما كانوش هيعرفوا يصلوا إلا بهذه الرخصة. هات كده المسح على الشراب من القرآن، مش موجود إلا في حديث البخاري لما سيدنا النبي مسح على الجو على الخف بتاعه وأسهى بعض العلماء على الشرابات التخينة. هات لي كده قصر الصلاة من القرآن. عندنا قصر الصلاة في القرآن بس لما يكون في الحرب، ثم بعد ذلك سيدنا النبي جه يسافر أم قاصر الصلاة؟ سيدنا عمر سأله إيه ده، هو مش الصلاة اللي بالطريقة دي في الحرب بس؟ قال إنما هي صدقة تصدق بها ربكم عليكم، اقبلوا الصدقة دي لما تسافروا بعد كده بصلوا الصلاة المقصورة اللي زي صلتوها في الحرب اللي اسمها صلاة الخوف اللي موجودة في القرآن. فاحنا مش هنقدر نبقى مسلمين إلا بالقرآن والسنة مع بعض. وعايزك تطمن للواجب اللي اتعمل من سنين طويلة، إن العلماء فصلوا السنة الصحيحة من السنة الضعيفة، ونتكلم بعد شوية في الموضوع ده. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفكرة دي المحيرة دي، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني قاعد بلا مبالاة، يأتيه الأمر مما أمرت به صلى الله عليه وسلم فيقول لا ندري، لا ماليش دعوة، لا ندري ما وجدناه في كتاب الله عملنا به. طب ما في كتاب الله، الله قال وما آتاكم الرسول، مش الله، الرسول، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فاحنا يا شباب ياللي بتسألوا احنا محتاجين السنة في ايه، من غير السنة هيضيع الدين. وأتمنى تكون دي تفصيلة ريحت بال كل حائر. من ضمن المسائل المحيرة جدا لما حد مننا يفتح القرآن يلاقي آية ويلاقي حديث عكسها فيقول إيه ده؟ لا طبعا ناخد كلام ربنا، كلام ربنا، ويحس إن في تناقض في القرآن والسنة. والحقيقة إن الشغل ده في فك التناقض اللي في عقول القارئين ما بين القرآن والسنة اتعمل عليه شغل من 1400 سنة، بلاش 1400، من 1200 سنة، من ساعة ما بدأ العلماء يشرحوا لطلبة العلم. لما تشوف نص في القرآن ونص في السنة الاتنين مصدرهم ربنا، وحي من ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن يكون اللي بيوحي واحد وكلامه يبقى متناقض مع بعض سبحانه وتعالى. وبعدين خرج العلماء في الآخر قاعدة أن التناقض ما بين القرآن والسنة بيبقى تناقض في عقل القارئ، محتاج يروح للعالم يسأله. وهو ده يا جماعة اللي أنا بلوم بعض أصدقائي عليه، إنك أنت لو لقيت واحد مش طبيب طلع بيقول ما فيش مرض اسمه الكوليرا، مش مرض موجود كده، تقول له آه تصدق عندك حق كلامك منطقي، ولا تروح للطبيب؟ يمكن يكون الأطباء سمعوا الانتقاد ده من زمان وردوا عليه من زمان، فالحيرة اللي أنت فيها تسكن وتهدأ من عند المتخصص. فالنهاردة تعالوا أقول لكم على ثلاث أشكال مشهورة لتناقض ما بين القرآن والسنة في ذهن القارئ. أنا عايز أطمنكم يا جماعة، إحنا ديننا اسند ظهرك وأنت مطمن. العلماء عملوا شغل كتير جدا، متعوب عليه جدا، بكتب تغطي الكرة الأرضية، بس روح للعالم يشرح لك. في حاجة يا جماعة وهكررها كتير اسمها منطوق النص، حاجة اسمها مفهوم النص. لما ربنا يقول في القرآن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكل إنسان بعد كده، يعني ربنا قال للنبي هحطك في عينيا كده؟ طبعا اللي أنا بعمله ده طلبة العلم يستفزهم جدا، ليه؟
لأن منطوق النص فإنك بأعيننا ده تعبير في القرآن معناه أن ربنا هيعينه وهيحفظه. الحركة اللي أنا عملتها دي فيها كارثة في اللغة العربية، أن أنا مش فاهم اللغة العربية، وكوارث اعتقادية في تشبيه الله عز وجل وتجسيد الله. لما ربنا سبحانه وتعالى يخلي مثلا في سورة سيدنا يوسف يقولوا إيه، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هنروح نسأل الحصانة والحمير اللي كانوا راكبينها هو الناس دي جت منين مثلا؟ ولا ده مجاز أو كناية عن شيء معين؟ عن اسأل القرية يعني أهل القرية، والعير يعني الناس اللي كانت جاية معنا في القافلة. لما ربنا يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يبقى الناس الكفيفة في الدنيا تبقى كفيفة في الآخرة؟ ولا ده معنى العمى عن الحق؟ إذن في منطوق للنص وفي مفهوم ودلالة للنص. شايف الكلمة دي واحدة واحدة بقى، مثلا أدي تناقضه هنفكه. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وسيدنا النبي بيقول إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون لا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة. واحدة واحدة النبي يقول ما تسعوش، وربنا في القرآن بيقول اسعوا إلى ذكر الله بالراحة. فالعلماء قالوا المقصود بالسعي في حديث النبي ما حدش يجي يجري، عارف انت الصلاة أقيمت فجأة يجري الله أكبر واركع كده وأنا بنهج، قال لا بالراحة في سكينة، فأنت في صلاة مدام نويت الصلاة. طب والقرآن بيقول اسعوا يعني اهتموا، روح ما انت بتشتري وتبيع سيبه، وأول ما الأذن يأذن تروح. فالسعي في القرآن كناية عن الاهتمام مش الجري اللي منهي عنه، فده هو منطوق النص غير مفهوم النص. الإشكال التالي، ربنا في القرآن بيقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، البنت اللي موتوها صغيرة عشان اتولدت بنت مش ولد دي مدفنينها، ربنا يوم القيامة يقول لها مين اللي قتلك وذنبك إيه؟ وحديث في السنة بيقول الوائدة والموءودة في النار. إزاي سيدنا النبي يقول الطفلة دي في النار؟ قال لك ده حديث ضعيف بس خلاص، يبقى ده قرآن صحيح وده حديث لا يصح، وإحنا بنقارن الصح بالضعيف، هو مش موجود الحديث ده أصلا. يبقى احنا النهارده رجحنا اهو ما بين سنه ضعيفه وقران صحيح، لا خلاص ناخد بالقران، اصل الحديث لا صح اصلا، لكن ما فيش تعارض ما بين القران والسنه الصحيحه. اخر واحده بقى، اخر واحده، ربنا بيقول في القران لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ما بنجبرش حد انه يبقى مسلم. وسيدنا النبي يقول امرت ان اقاتل الناس، حديث البخاري، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالعلماء يقولوا الله، هو احنا بنقاتل الناس عشان يبقوا مؤمنين ولا مش بنكره حد؟ واحده واحده. اجمل حاجه ان الشغل ده كله اتعمل واتشرح من زمان وموجود عند العلماء، بس نرجع لهم يا جماعه. في اللغه العربيه حاجه اسمها العام الذي يراد به الخاص. يا جماعه الناس اللي عملت النسكافيه، ايه الناس اللي عملت النسكافيه؟ هو واحد عمل لي النسكافيه، بس انا بقول باللغه العربيه الناس اللي نورت النور ده، هو واحد اللي نور النور، فانا كاني بقول الناس بس هو واحد. والقران نزل باللغه العرب. زمان في غزوه حمراء الاسد نعيم بن مسعود راح للنبي وقال له انت هتحارب قريش، دول جايبين لك جيش كبير جدا، فنزل القران الذين قال لهم الناس، الناس دول نعيم بن مسعود واحد، ان الناس قد جمعوا لكم، الناس دول قريش، فاخشوهم فزادهم ايمانا. فساعات يقال عام مراد به الخاص، بيسموها واقعة العين وأسباب النزول، ده علم اللي بيدور على القرآن والسنة يروح للعلماء يشرحوا له. فلما سيدنا النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، العلماء سهل أوي، يعني أمرت أن أقاتل من يقاتلوني، فسروها إزاي؟ أصل ربنا قال في القرآن اللي هو جنب السنة قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فسيدنا النبي في وقعة معينة كان في معتدي عليه، فسيدنا النبي قال لهم هنقاتل من يقاتلنا حتى يسلموا. عشان كده لما سيدنا عبد الله بن الزبير، أتمنى أكون فاكر اسم الصحابي صح، لما كان بيحارب واحد في غزوة ما بين مشركين ومؤمنين والراجل وقع على الأرض، جه يقتله أمله لا إله إلا الله فقتله، فسيدنا النبي قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال له سيدنا النبي ده بيقولها تقية. قال له وماذا ستفعل بلا إله إلا الله؟ ما هو جاي يحاربك وهو مشرك عشان يردك عن دينك، بس أسلم في وسط الحرب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فلو شهد خلاص ده معتدي. يبقى معنى أمرت أن أقاتل الناس يعني أمرت أن أقاتل من يقاتلني دفاعا عن النفس، لأن هو مش مؤمن وجاي يردني عن ديني فلازم أدافع عن نفسي. شايف الشرح اللي أخد دقيقة ولا دقيقتين ده؟
كل التعارض اللي في القرآن والسنة كده بالراحة خالص. العام يراد به الخاص، ده حديث ضعيف ودي آية صحيحة مش هناخد الحديث، وده منطوق النص وده مفهوم النص. شايف المصطلحات دي هم يعرفوها العلماء. عشان كده لما بتهزش لما بشوف الكلام ده في التلفزيون واحد طالع ينتقد السنة، لأن عندي مصادري، فارجع للمصادر الصحيحة ولا حائر يفضل حيران. من الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من أساتذتنا في بناء الأنظمة الإدارية، يقولك لو أنت بتبني نظام إداري آلي مكن، ما تخليش فيه نفس، محكم جدا وجامد جدا بنسبة 100%، مفيش فيه مساحة للحركة. لو بتبني نظام إداري يغلب عليه البشر هم اللي بيدوروه يتعاملوا فيه، لازم يكون فيه نفس. النظام الإداري المحكم بنسبة 100%، الجامد بنسبة 100%، اللي يتطبق على البشر لا يرجى له البقاء، ما يكملش. لأن إحنا مش مكان، إحنا ناس وعندنا مشاعر وعندنا اختلاف طبائع، فلازم النظام اللي يتحط لنا يكون محكم صحيح، ولكن لازم يكون فيه نفس. فالحكاية دي ما تلخبطناش، لما نلاقي فيه حتة واسعة شوية، سعة شوية في نظام معين أيا كان النظام ده، نعرف إن معمولة الحكاية دي علشان تستوعب اختلافاتنا بيننا وبين بعض. لكن لو إحنا بنحط نظام لمكن وآلات، ما يجراش أي حاجة، يبقى محكم 100% وجامد 100%. عايز أقول للحيران في مسألة القرآن والسنة، طبعا القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فأمر كبير قوي. في حاجة كده بيسموها القانون الأعلى والقانون الأدنى، علاقة القانون الأعلى بالقانون الأدنى. يعني النهاردة علاقة النبات بالحيوان وعلاقة الحيوان بالبني آدم. النبات يدرك وجود الحيوان، يعني حاسس إن في حيوان جنبه، سي مثلا أسد أو كلب بيقرب جنب شجرة كده، حاسس ان النبات فعلا بيحس، ولكن مش مدرك كينونة الحيوان ده عبارة عن ايه، بيفكر ازاي، عايز ايه. نفس الحكاية علاقة الحيوان بالانسان، الحيوان يدرك وجود الانسان ولا يدرك كينونته، مش قادر يدركه ادراك معرفي، فاهم انه موجود بس مش فاهم كينونته. يعني هو انت كلب جنبك بس مش عارف ان انت بتفكر في كذا ومستقبلك وبتخطط وحيات كتير قوي، يعني عنده سعة في فكرة ادراكك. او نفس الحكاية بالنسبة لادراك الإنسان وربنا سبحانه وتعالى، أنت مدرك وجوده ولا تدرك كينونته وطريقة تفكيره، بيفكر إزاي وبيقول إزاي وبيحس بإيه، ما تجيبش الكلام ده كله، افهم الحتة دي حيرتك هتقل شوية. من ضمن المسائل المحيرة اللي السوشيال ميديا طلعتها والإعلام طلعها في الفترة اللي فاتت، هو ليه في أحاديث ضعيفة أصلاً؟ وليه سايبينها يا علماء في الكتب؟ ما تيجي نحرق الأحاديث الضعيفة اللي فيها معاني مش كويسة دي، سيبونا كده الصحيح زي ما القرآن صحيح، سيبونا الأحاديث الصحيحة وخلاص، ونخلص من بعض الأحاديث الضعيفة اللي ممكن يكون فيها معاني مش متمشية مع روح الشريعة. لا شك إن موضوع الأحاديث الضعيفة أكبر من إن أنا ألخصه في 5 دقايق، بس هقول لك أيها الحائر شوية نقاط كده تخليك واثق وساند ظهرك كده على العلم الشرعي وانت مطمن. الشباب لما واحد يقول ايه عايزين نبحث في موضوع، يقول له لا ما تتعملش مجهود، في هوم ورك معمول حلو هنا هنبدأ منه. يعني في ناس تعبت في الموضوع، ما تقعدش تبحث، وفي ناس تعبت قوي. فانا عايز اقول لك ان في تاريخ الأمة الإسلامية علماء الحديث عملوا مجهود كبير جدا جدا عشان يريحوا بال كل حائر في احاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة اللي العلماء تلقوا بها أحاديث سيدنا النبي خلتهم يحكموا على الأحاديث. طبعا أحاديث النبي بتتكتب من أيام الصحابة، مش اتجمعت بعد وفاة النبي، من أيام الصحابة والأحاديث بتتكتب والعلماء بيتلقوها. هم بيتلقوا الأحاديث دي، الطريقة اللي بيتلقوا بها الأحاديث، لو شكوا شك بسيط جدا إن النبي ما قالش الكلام ده والطريقة دي مش مناسبة اللي خدنا بها الحديث، السند فيه مشكلة، يقوموا حاطين الحديث ده من مرتبة الصحيح لمرتبة الضعيف على طول، ويكتبوه في الأرشيف بتاع الضعيف. طب والحديث ده تمام، الطريقة اللي وصل بيها سليمة، ده صحيح.
وتم حاجة في تاريخ المسلمين كبيرة جدا جدا اسمها أرشفة العلم. يعني إيه أرشفة العلم؟ عندنا كتب بتتكلم على الأحاديث الضعيفة، وكتب بتتكلم على الأحاديث الصحيحة، وعندنا كتب فيها الضعيف والصحيح، وجوه الكتب دي الإشارات فين الضعيف وفين الصحيح. مين اللي يعرف الإشارات دي؟ المتخصص. خد بالك، زي ما بنحترم الطب ونقول فيه طبيب في سنة أولى وطبيب خلاص بياخد اهو امتياز ودكتور مجدي يعقوب، شايف الفرق الكبير ده؟ زي ما في العلم في طالب علم بسيط وفي كبار الأئمة، فرق ضخم في الرؤية وفي البصيرة. الطالب بتاع أولى كلية طب يقرأ كتاب معين يفهمه، لكن في كتب ما تنفعش إلا البروفيسور هو اللي يقراها، لأن فيها مصطلحات وفيها معاني محتاجة خبرة ومحتاجة علم. فإحنا ما ينفعش نقلل العلوم الدينية عن أي علم من طب وهندسة. عشان كده إحنا عندنا الأرشيف اللي فيه الأحاديث الضعيفة، وعندنا كتب متألفة. هو الحديث ده ضعيف ليه؟ ومين الراوي اللي في السند اللي مخليه ضعيف؟ وعندنا كتب متألفة في الأحاديث الموضوعة المكذوبة، حد ألفها على النبي، ومين الكذاب اللي ألفها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعندنا كتب فيها بس أسماء الرواة اللي مكتوب فيها الراوي ده ضعيف ولا قوي، وليه ما بناخدش منه حديث؟ سموه علم الجرح والتعديل. الجرح إن أنا أجي عند العلماء يجوا عند راوي يقولوا الراوي ده متدين وكل حاجة وعلى دماغنا وهيسبقنا يخش الجنة قبلينا، لكن الراجل ده بينسى فمش هناخد منه أحاديث النبي لأنه ممكن يختلط ممكن ينسى. طب والراوي ده؟ الراوي ده كمبيوتر ما بينساش، بس مشكوك في صدقه، ممكن يألف ويكذب ويألف حديث على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده برضه مش هناخده. طب والراوي ده؟ ده ما بينساش، وبعدين دينه ما يستحيل عليه الكذب، أهل عصره شهدوا لي أنه يستحيل عليه الكذب. وحاجة ثالثة، أحاديثه متسقة مع كل التلامذة اللي خدوا من نفس الشيخ. يعني سيدنا أنس بن مالك الصحابي كان عنده 300 تلميذ، يجوا ياخدوا حديث من تلميذ منهم متناسق بالضبط مع متطابق مع كل أحاديث التلامذة، فمش غلطان، ده كلهم زي بعض من سيدنا أنس الصحابي. وبعدين بعد كده يأرشفوا بقى الكلام ده. فإحنا عندنا علم المصطلح الحديث ده الصحيح والضعيف ومين الراوي الكويس ومين الراوي اللي مش هناخد منه. فلما يطلع لنا واحد سنة 2018 يقول قال صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن، يعني إيه؟ يعني تجيب الست تقول لها نمشي يمين ولا شمال، تقول لك نمشي يمين، تقول لها النبي قال لو قلت يمين نمشي إحنا شمال، كأن الست دي صفر يعني. فيجي علماء الحديث يقولوا تعالى الحديث ده موضوع مكذوب وموجود في الكتاب الفلاني واللي وضعه فلان، ايه ده؟ اسمه ارشفه. عشان ما جيش انا الف الاحاديث ولما ابدا الف الاحاديث ناس تصدق، لا ده انت ما فيش كلمه هتطلع عن سيدنا النبي الا لما نعرف نصنفها لك في الصحيح والضعيف. فين الاشكاليه يا جماعه؟ الاشكاليه هجوم غير المتخصص على كتب العلم، فيفتح كتاب مثلا زي مسند الامام احمد فيما يقرب من 30,000 حديث. احمد امام اهل السنه، بس كتابه مش كتاب أحاديث صحيحة. ليه؟ هو مش عارف؟ لا هو عارف، بس كتابه مروياته. يعني إيه مروياته؟ يعني العلم اللي جمعه، فجمع الصحيح وجمع الضعيف وحطهم في كتابه وداك هند، يعني إشارة، ده صحيح عشان كذا وده ضعيف عشان كذا. ما يفهمش الإشارة دي إلا العالم، لأنها الإشارة دي جوه السند، ويقولوا من أسندك فقد أحالك. كل دي ترمينولوجيز، كل دي مصطلحات علمية لا يفهمها إلا المتخصص. عدم احترام العلوم الدينية وإن أي حد يخش لا أنا لازم أفهم، غلط. في مرجعيات لهذا العلم، زي ما في مرجعيات للهندسة والطب، ولا أنا أروح أبني عمارة تقع على رأس الناس اللي ساكنة فيها وأنا مش متخصص. فهم يفهموا إن أحمد بن حنبل جامع مروياته في الكتاب ده مش جامع الصحيح. مين اللي جامع الصحيح؟ البخاري ومسلم وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللي فيه أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، فيها الأحاديث الصحيحة. مين اللي يعرف الكلام ده؟ المتخصص. فالهجوم على الكتب دي من غير المتخصص ده اللي بيعمل إشكالية. فاطمن، احنا عارفين نعمل ايه بالظبط بالصحيح وعارفين نعمل ايه بالظبط بالضعيف، ولازم يتأرشفوا ويتحطوا في كتب عشان ما حدش يطلع يألف على النبي فما تبقاش محتار. وهقول لك تعمل ايه في الحديث الضعيف والصحيح بس بعدين.
من ضمن الأسئلة اللي بيسألها الناس اللي بتحب النبي عليه الصلاة والسلام ومحيراهم قوي، طب أنا أعرف إزاي الحديث صحيح ولا ضعيف؟ يا محب لرسول الله يا حائر، من أكبر الأخطاء الجديدة اللي حصلت في آخر 20-30 سنة إن أنا أدور في الكتاب هو النبي قال الكلام ده ولا لأ، ولو لقيته صحيح أعمل بالحديث على طول، أو أدور على سايت على النت أو مكاتب الحديث فيقول لي صحيح ولا ضعيف، فلو لقيته صحيح أعمل بالحديث على طول. وما نعمل إيه؟ من لو النبي قال كده هعمل، استنى بس واحدة واحدة. الموضوع ده محير وعمل مشاكل كتير جداً في الأمة الإسلامية. إحنا عندنا في الشريعة حاجة اسمها منطوق النص وحاجة اسمها مفهوم النص. أنت دورت على حديث على الإنترنت، دخلت على الموقع الفلاني اللي أنت عارف اسمه، أو فتحت كتاب الفلاني بتاع الشيخ الفلاني، هو النبي قال الكلام ده فالشيخ يقول لك حديث صحيح، لقيت مكتوب فيه على سبيل المثال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بخاري ومسلم. طب استنى، أيوة ده صحيح. أولاً أنت فاهم ده اسمه منطوق النص، عارف مفهوم النص، عارف يعني إيه غسل الجمعة واجب، عارف واجب دي يعني فرض ولا سنة، وهل ممكن النبي يقول على حاجة أنها سنة بلفظ واجب، عارف معنى كلمة واجب في أصول الفقه. طب عارف يعني إيه محتلم، يعني واحد صحي محتلم فيبقى غسل الجمعة واجب على كل واحد صحي محتلم، ما هو كل يوم لو أي حد صحي محتلم لازم يغتسل، في فين الإضافة هنا؟ كلمة محتلم يعني بالغ، زي كلمة حائض كده عند النساء، مش يعني عندها أيام الحيض، يعني بلغت، لا تفعل الحائض كذا أو إذا حاضت المرأة فعلت كذا وكذا، معناها إذا بلغت. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، كلمة واجب هنا في الحديث عند الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر وابن عباس، الأئمة الأربعة والصحابة عندهم كلمة واجب، يعني واجب في مكارم الأخلاق، يعني الناس اللي عندها أخلاق كريمة وليس فرض، قبل ما تروح الجامع يوم الجمعة تستحم عشان ريحته حلوة قبل التجمع بتاع المسلمين. فالنهاردة لو أنا قريت بنفس الحديث ودورت لقيته صحيح قمت عملت بيه على طول، هفرض على نفسي وهخلي كل المسلمين آثمين عشان ما بيستحموش يوم الجمعة، نص المسلمين ما بيستحماش يوم الجمعة، بيبقى بيشتغل ولا صاحي متأخر وينزل جري على طول، وهو مش فرض بقول الأئمة الأربعة والصحابة. لما تفتح كده وتدور على الحديث مثلا أسفل الكعبين من الإزار في النار، فتدور ده الحديث صححه العلماء. إيه ده؟ يعني إيه أسفل الكعبين؟ مش أنت بتشوف ناس أفاضل لابسين بنطلون قصير شوية كده أو جلبية قصيرة؟ على فكرة دول أفاضل بيطبقوا السنة، بس هل اللي مطول البنطلون تحت عظمة رجله داخل النار زي ما الحديث بيقول؟ فتيجي تفتح تلاقي الحديث صحيح، يقوم صاحبنا مقصر البنطلون بتاعه ويروح الشغل كده مديره يقول له ما ينفعش، يقول له لا سيدنا النبي قال كده ولازم اعمل بالموضوع ده، يقول له يا ابني في حاجه اسمها واجهه اجتماعيه ما ينفع، ويترفض في الاخر. ولو كان دور شويه عند العلماء وسال العالم، الامام الشافعي بيقول كده، بيقول من تفقه من الكتاب ضيع الاحكام، ما تدورش في الكتاب صحيح ولا ضعيف ولا على النت، وقال من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه. طب اعمل ايه يعني؟ بس استنى بس، لما تدور في كتب العلماء تلاقي الأئمة جمهور العلماء إنك أنت لو سبت لبسك طويل تحت عظمة رجلينك دي ده مش حرام ولا حاجة، وأبو حنيفة كان بيلبس لبس طويل كما يقول ابن مفلح في الأدب الشرعية فقالوا له هو ده مش حرام، قال لا إنما من يفعله خيلاء كبر ده اللي حرام ولسنا نفعله خيلاء. ليه؟ أصل أبو حنيفة يعرف حديث تاني، لما انت جيت دورت الحديث صحيح ولا ضعيف ما كنتش تعرف التاني، لما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من جر إزاره، الإزار يعني البنطلون، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، فالعلماء جابوا كلمة أسفل الكعبين في النار ومن جر إزاره خيلاء قالوا دي العلة. طب انت بتطول بنطلونك بتتقرنن علينا عشان تقول أنا أغنى منكم وبنطلوني فيه سنتي، خلاص العلة دي ما بقتش موجودة عند الناس، انتفت العلة دي، ما بقاش دليل على الكبر إن بنطلوني فيه سنتي زيادة. فالعلماء جمهور العلماء قالوا كما قال سيدنا ابن عبد البر في التمهيد ومن أطال إزاره بغير خيلاء لم يلحقه الوعيد، يعني مش دل النبي قال عليه. فالنهاردة في حاجات تانية في العلم بتتعمل غير انك انت تدور على حديث صحيح ولا ضعيف وتقوم عامل بيه. النهارده لو لقيت حديث سيدنا النبي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، هتلاقي في البخاري الحديث ده منطوقه ليه مفهوم غير كده خالص. طب اعمل ايه؟
لو أنا حائر في الموضوع ده، في كنز كبير قوي عند المسلمين اسمه دار الإفتاء المصرية، تبعت لهم الحديث. أنت لو عندك نغزة في قلبك بتدور على النت تعالج قلبك، ولا بتروح للدكتور لغاية عيادته؟ ما هو قلبك ده حاجة مش قليلة، دينك مش أقل من قلبك. لما يبقى عندك حاجة في دينك ملخبطاك يا سيدي، روح للعالم في الأزهر واسأله. لا مش هروح للعالم، ما عنديش وقت. طب ابعت للعالم، ابعت لدار الإفتاء المصرية الحديث ده صحيح ولا ضعيف، واعمل بيه ايه، وانا اضمن لك بإذن الله، لان هي دار الإفتاء بتدار بطريقة رائعة، يجي لك الإجابة على طول إن لم يكن الإجابة موجودة أصلا عندهم، هتجي لك الإجابة في صحة أو ضعف الحديث من متخصصين، وتعمل إيه بالحديث. لكن ما تدورش لوحدك، وده من احترامنا للعلم الشرعي. فأتمنى أكون جاوبت في الموضوع ده إجابة، معلش من الواحد منفعل، لأن الواحد لما يدرس مع المشايخ بيطمن لدينه، وبيصعب عليه كم الحائرين اللي برنامج في التلفزيون بيلخبطه ولا بوست على الفيسبوك. طمنوا يا جماعة، ديننا متين والعلم متين قوي، والعلماء ربنا يبارك في أعمارهم موجودين، واللي مش عايش منهم سايب كتب زي الذهب، فاطمنوا. فأتمنى أكون قدمت خلاصة تريح بال كل حائر، ونفسي أدعي كده أن ربنا يهدي قلوبنا ويملانا بالثقة في قال الله قال رسول الله قال العلماء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم خلصنا من ظلمة الغفلة والعناد، وامنحنا دوام الذكر وحسن الاعتقاد، وامنن علينا يا رب بما فتحت به على أهل التقوى والمعرفة من بين العباد. اللهم اجعل كمال عزتنا في رحمتك بنا ومغفرتك لذنوبنا، وامنحنا حبك واجعله هاديا لنا فلا نضل بالسعي إلى غيرك. اللهم افتح لنا أبواب الحكمة، وأخرجنا بلطفك من كل حيرة وشدة، وعلمنا ما ينفعنا، ونجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والفهم، يا أرحم الراحمين، والحمد لله.